فينا نبدا بقى محاضراتكم انا وكريم واول اخبارنا، وطبعا عن الفريق الاول اللي النهارده هيسافر بقى للنيجر لمواجهه فريق سانديب في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. امبارح كمان كان في مران وتدريبات. كيفن جونسون المدرب العام للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي عقد محاضره نظريه للاعبين، ده قبل انطلاق المران الصباحي للفريق اللي اقيم على ملعب التتش بالجزيره. حرص جونسون على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث هنا عن الايجابيات والسلبيات في المباراه اللي خاضها الفريق امام غزل المحله واللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثيه نظيفه في الجوله الثانيه من مباريات الفريق ده في الموسم الجديد للدوري. طبعا يعني بالاضافه للكلام ده وضمن الاستعدادات لهذه المباراه، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اجرى مسحه طبيه امبارح تحديدا استعدادا للسفر الى النيجر، وطبعا ده بيحصل مع كل يعني طبقا للبروتوكول الطبي المتابع قبل السفر ومع كل المباريات اللي بتقام خارج حدود مصر. طبعا من المقرر ان تتوجه بعثه فريق الكره برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره الى النيجر على متن طائره خاصه استعدادا لمواجهه سانديب المقرر لها يوم 23 ديسمبر اللي هو هيكون يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله.